بموت بكل شيء الناس مو متعودة تشوف منه. ممثلة سورية، كان 21 من أيار من عام 1942 تاريخ بداية حياة صاخبة بالإبداع والتميز وسحر التقمص لشخوصها الدرامية. استطاعت على مدى مسيرتها الفنية بأن تترك أكثر من 150 عملاً فنياً، بدأتها بالمسرح مع بداية فترة السبعينات لتكون أول مشاركة لها في الدراما السورية عبر مسلسل فوزية عام 1976، بينما حضورها المتميز كان عبر سلسلة مرايا. مزبوط. شفت شلون عم تعترف بلسانة؟ وين التليفون؟ عطوني التليفون لحتى أخبر جوزي. هالة حسني ولدت في مدينة دمشق وحصلت على دبلوم في علم السياسة والاقتصاد من ألمانيا، إلا أنها سلكت طريق الفن كمطربة على مسارح دمشق، واستطاعت أن تترك بسحر صوتها تاريخاً من الفن الجميل. تعتبر الفنانة هالة حسني من أوائل الفنانات السوريات التي انضممنا إلى نقابة الفنانين. مسيرة حافلة بإبداع درامي مسرحي وإذاعي، والذي كان محطتها الأخيرة، ورغم مرضها كان لها حضورها الخاص بدعم أسر الشهداء وزيارة جرح الجيش العربي السوري، ليكون تاريخ 28 من نيسان من عام 2017 تاريخاً كتب نهاية مسيرة من الإبداع والإخلاص.